بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ساعة نقاش التي يقدمها نيابة عن زميلي قريني ولد المينوه الذي يقضي هذه الأيام عطلته السنوية. مشاهدينا، أعلن الرئيس محمد العبد العزيز في خطابه بمناسبة ذكرى 55 لعيد الاستقلال عن إجراءات تخص بعض فئة العمال، وقال الرئيس إنه تقرر ابتداء من السنة القادمة يناير 2016 إنشاء صندوق سيساهم في تمويل التأمين الصحي للحمالين والبحارة وتكفل الدولة بمصاريف علاج كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 75 عاما. بالإضافة إلى إنشاء صندوق يقدم معونات اجتماعية لأبناء شهداء القوات المسلحة وقوات الأمن، خطوة رأى فيها البعض التفاتة معتبرة لشرائح كبيرة من العمال من أصحاب الدخول المتواضعة، بينما وصفها البعض الآخر بالخطوة السياسية التي وراءها ما وراءها. التأمين الصحي والتكفل بالفئات الهشة عناية راسخة أم استغلال سياسي؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة من برنامج ساعة نقاش. معنا لنقاش هذا الموضوع معنا كل من عبد الله بن محمد الملقب النهال أمين العام الكونفدرالي العام لعمال موريتانيا وعضو القطب المجتمع المدني في المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة المعارضة، أهلا بكم. وأيضا عبد الرحيم مجتد أحمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال الموريتانيين وعضو التنسيقية الوطنية للعمال الموريتانيين شريك حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، أهلا بكم. قبل الدخول في التفاصيل في صلب الموضوع في صلب موضوع الحلقة، لابد من إلقاء الضوء على التأمين الصحي. لمن التأمين الصحي في موريتانيا وكيف يتم بشكل عام؟ التأمين الصحي على كل حال هو تقليد خاص بهذه بشكل اللي عندنا بالمنطقة الفرنكوفونية، لأنه مروذ على النظام الفرنسي، وبلدنا كان يعني فيه نظامين، خالق نظام يعني عمال القطاع الخاص، معناها ان الشرائك اللي تابعين لقانون الشغل هو اللي سير كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعنده اهلت خدمات مهلت فروع مجال التامين الاجتماعي، واحد للتقاعد، واحد للاخطار المهنيه، واحد للعلاوات العائليه. فماذا اللي قال له النظام الخاص للموظفين واللي أساسا يتعلق بالعلاوات العائلية هو التقاعد، ما عندهم نظام للأخطار المهنية. وفي عام 2005 خلق نظام اجتماعي جديد قال له التأمين الصحي، وفعلا كان مدرج في إطار الاتفاق اللي وقع في يناير 2005 بين النقابات وأرباب العمل والحكومة آنذاك، غير عقبة الدولة الحكومة آنذاك قبلته كقرار سياسي وحاولت تنفرد بهم شات به. على كل حال موجود اليوم هذا اللي قاله الصندوق الوطني للتأمين الصحي. هذا الصندوق الوطني للتأمين الصحي كان في مرحلة أولية يعني موظفين الدولة والبرلمانيين والعسكريين، وعقب شيئا فشيئا تم يوسع إلين عقب يشمل القطاع أولا الشرائك الدولة ومن ثم القطاع الخاص كامل. وبالتالي هذه هي اليوم الوضعية اللي عندنا، والله بعض النظام التأمين الصحي ونظام التأمين الاجتماعي بصورة عامة محصور مازال على ذلك ينقالوا القطاع المصنف، معناها قطاعات الدولة وقطاعات الشرائك اللي مهرم مستوى معين. كيف يتم؟ هو يتم من خلال إلزامية المعمل سواء كانت الدولة أو القطاع الخاص اللي مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص، وبالنسبة للدولة الناس اللي تخلصهم الوظيفة العمومية مثلا تخلصهم وزارة المالية، بدفع أولا تسجيلهم لدى الصندوق للتأمين الصحي، ودفع اشتراكات عن المعامل سواء كانت الدولة أو الشركة بمستوى 6% من الراتب العامل، و4% تقتطع من العامل هو نفسه، وهذا المبلغ هو اللي يشكل نظام تمويل هذا اللي قال له
الضمان الصحي في موريتانيا. أمين. عبد الرحيم، ما هي الضوابط التي يصبح فيها التأمين إلزاميا ومن يستفيد منه؟ فيما يخص البادئ بدين، أنت يزور فرصتين لأعزية كافة أفراد الشعب الموريتاني وخاصة الفئات الهشة التي تحدثتم عنها والتي سنتحدث عنها بمناسبة رحيل حامل الكل وكابل اليتامى والأرامل السيد عبد العزيز ولا الربان رحمة الله علينا وعليه، عزي نفسي وعزي كافة الشعب الموريتاني بهذه المناسبة. فيما يخص السؤال، أرى بأن الأخ الأمين العام ما قاله في هذا المجال في مجال التأمين الصحي وافي وكافي ولا يستحق ولا يمكن أن يعاقب عليه، لكن الضوابط معروفة للجميع. هناك الشكل الذي تتم به من أبرز من طرق التأمين الصحي ما تحدث عنها، ولكن من أبرزها الآن ما يسمى بصندوق الضمان التأمين الصحي المعروف لدينا، وهو كان كما قال خاص بالموظفين والعمال، والآن أصبح يتسع شيئا فشيئا. والأدل على ذلك من الخطوة المباركة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه في نوادبو في هذا الشأن بخصوص الحمالين والبحار، نعم الحمالين والبحار وغيرهم المسنين بطبيعة الحال. وطبعا هناك إجراءات خاصة بأبناء الشهداء، أبناء شهداء القوات المسلحة وقوات الأمن، وهي خطوة يعني تعودنا عليها منذ جاء السيد الرئيس إلى الحكم، حيث انحاز إلى المهمشين وإلى البيئات الفقيرة. واضح ونحن في اتحاد العمال الموريتانيين وفي التنسيقية الوطنية للعمال الموريتانيين نرحب بهذه الخطوة ونثمنها وندعو. هل تعتبرون أن هذه الخطوة متأخرة ربما؟ بالنسبة ليست متأخرة، لأنه إذا ما رجعنا إلى الخطوات على قدر أهمية العامل والعمال في موريتانيا. نعم، نحن تدرى إذا ما رجعنا إلى الخطوات المتخذة بخصوص تعميم علاوة النقل وبخصوص زيادات المتكررة في الرواتب والإجراءات التي اتخذت كلها كانت حجازا للعاملي، ولكن هذه الخطوة أيضا تنضاف إلى تلك الخطوات التي سبقها وأن اتخذت. وكل عمل لصالح العامل يجيء متأخرا بطبيعة الحال، لأنه نحن متعطشون إلى كل ما يمكن أن يزيد العامل يزيد ويحسن ظروفه المادية والمعنوية، ولكنها خطوة جاءت في وقتها ونثمنها. هل تعتبرون الخطوة تنسجم مع مطالبكم بتحسين ظروف العمال، ولماذا لم تثمنوها في بيان أو مؤتمر صحفي مثلا؟ أنا أسمح لي العبارة، إحنا عادة التصفاق حتى وتطبع الحكومات وأرباب العمل ما هو ثقافتنا منطلقين من مسألة بسيطة عن هاي الثروة الوطنية. لا أقصد طبعا تطبع ليس لا لا من فقط لا 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 نعرف لا 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 حنين هو طالبين بعد طالبين بعد هو طالبين بشجاعة أكثر من ذولا تلتحق. ولا نرجع له شوي، قلت أنتم قلتوا لي ما تثمنوا القضية بيان. احنا اولا هل تعتبرون الخطوه تنسجم مع مطالبكم بتحسين ظروف العمال لعدم مطلب حنيني شيء لا ينفصلوا زين ذاك الشق من سؤالكم. احنا ما ما ما, ما نشكر رب عمل ولا حكومه على خطوه انقبلت في قضيه اللي قالوا اعاده توزيع الانتاج. هو بتوضيح شوي للمشاهدين الكرام، والعلاقات في كل بلد تدور حول اللي قال له الدور الاقتصادي، الطريقة المنظم بها الاقتصاد الانتاج، الطريقة اللي يتم بها إعادة تنظيم هذا الانتاج. إعادة هذا التنظيم الانتاج عندها قواعد وقنوات من خلالها تتم ذلك توزيعها. من ضمنها في الحق المهني هو التفاوض بين أرباب العمل والعمال وبين الموظفين والنقابات نقاباتهم مع الحكومة، ومن ضمنهم القوانين اللي تمرر من خلال الجمعية الوطنية من خلال بعض البرلمان بصورة عامة الذين قالوا الميزانية. هذه الطرق الأساسية اللي تمر من خلالها الذين قالوا إعادة توزيع الثروة. إذن
احنا الى قبلنا والله استرجعنا نصيبنا والله جزء من اللي انتجنا، ما هو القضية اللي يطبل عليها من قال على انه الله الى شاكنك معك مطيت ونبيه لرقاز دراعت ولا جل صقال وقبلها من عندهم ولا يقول له الله الا شاكرك على انك صقلت لي دراعت وانا مخلصك عليها لن اصقلها له في الوقت حنين 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 الا حنين الا حنين حنين فهمني فهمني هاي الثروة ما هو حد زي فهم شرخين تهلو هاي الثروة اللي ناجين هذو العمال واللي يؤدي دائما المشاكل هو قلة العدل في توزيع هذه الثروة. ونختار نرجع شوي للموضوع اللي عندكم ان التأمين الاجتماعي نظام تكافل ابتكروا النظام الرأسمالي تحت ضغط العمال اياك ان الناس اللي عندها الامكانيات توفر اللي ما عندهم الامكانيات الحد الادنى من الالوج الاساس الخدمات الاساسيه. هي الفكره اللي منطلق منها اللي قالوا التامين. وفي الاطار احنا عندنا حكومه دوله كانت عندي لين واسطه الاستقلال كانت في حكومه تتكفل في المجال الاجتماعي في كافه الامور. تعليم تركها كانت تقرى كامله وتلبس ومعيشه. المواطنين مع عند الاستشارة إلى الحجز إلى الرفع هذا متكفل به كانت الدولة. هذا النظام مات له خالق، الدولة تخلت عن ذا كامل. اليوم عادت أولاد الناس هي اللي تتصرف عليها ولو في المدارس العمومية لابد لها من مصاريف عليها في كتبها وتواغطها وفي كرانها وفي صكاتها وكل شيء. مازالوا لا ينباعوا. احنا بعد ما تنريناه وقسمونا انا بعد راني مختلف حنيني انا بعد استمعتكم ملاقاتكم هي غير ما قاطعتكم استاذ عبد الرحيم خلونا تقاطعوا قلتوا 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 ماني موافق على الشيء وشنو غير بعد احترمت لكم رايكم واصلوا خليني واصل. كانت الدوله متحمله بدو الناس كامله وتعرف الناس كامله انه اليوم مات الخالق. النواقص عن نظام التكافل الاجتماعي الذي قالوا نظام التامين انه ما حاول يواكب التطورات اللي طرات على هذا الوضع. وهذا هو اللي يجعل الحركة النقابية البلد من عدة عقود ما هم اليوم ولا من يامس الطالب بمراجعة هذا النظام التكافل الاجتماعي اللي عندنا إياك أنه يتكيف مع متطلبات الوضع ذا. وفي الإطار هو اللي خلق اللي قالوا الصندوق الوطني الصندوق التأمين الصحي. وهذا كيف ذكرت هون في بداية كلامي نحصر على فئة محدودة والهدف يا الكعود توفير تأمين للناس كاملة ما هو لا الناس اللي عندها إخلاص في الشرايك والله في الدولة. وهون نختار نقول أعلن ذي الإجراء اللي يقبل ما فات عاد قد يثمن الفكرة خالقة ومطروحة ومثمنة واختير نسير أعلن ذي اللي يتعلق بدكرات فات شف نص اتفاق طارح فرضوه دكرات بديقتهم هون اللي عدلوا إلى 2013 تستحضرها الناس كامل. اعلن لا هي خلق تخلق ودادية تتوقف بدواء هذا اللي ينقالوا دوكارات. الشديد في الأمر هو إضافة لهم البحارة وذا اللي ينقالوا المسنين. يا غير هذا كلمة احنا لا ينداوهم والله لا هي يعدل لهم تأمين الكفالة في مجال الصحي ما هي كافية بيلي التأمين الصحي كلمة عامة تقول تمشي مع لنا ما أننا متحملين ما هو اللي قال له أسبرين وتقول تعود يمشي ما أنه متحمل تكفل ذي النظام اللي هو ما هو باستشارة ممرض والله طبيب عمومي ويقد يمشي إلى تحمل كافة التكاليف وكافة المعاينات والحجز والعمليات إلى آخره إلى آخره. هذا اللي له يعقب يضاح مثلا اللي قد له يسمح بتقييمه اللي ينتخل في تفاصيله وينعرف هذا التأمين الصحي اللي له يقدم للناس شنو هو المستوى اللي متحمل وشنو هو نوعية التمويل اللي تنكفل له الضمان له نوع من الديمومة. إذن باختصار جاء بشكل عام هي مازال بشكل عام ما حد يعرف عنه شو اسمه شنو هو. جميل. عبد الرحمن الإجراء هذا الإجراء الأخير يعتبره البعض استغلالا سياسيا لفئات عريضة من العمال كيف ترى؟ قبل نرد على السؤال نختار نعلق على قضية تسواقنا قبل احنا بعد انا سوني قال لي لماذا ما توخوا بيان هذا سوني لا اطار تثمين شيء احنا بعد كان نقابه نصفقوا لشي صالح والله زاد ما نصفقوا نهمنوا روايه صالحه نهمنوا روايه صالحه ونقولوا انها صالحه وروايه خاسره نقولوا انها خاسره وهذا هو الطبيعي
كون ان ماده عود شيء صالح كل شيء خاسر عنده اذا ما هو طبيعي ما ما مثلا ما بعد ما ما حسب كافه الاذواق ما يقدر يقول كل شيء عود خاسر لا بد شيء خاسر نقول انه خاسر وشيء صالح نقول انه صالح هذا طبيعتنا طبيعي. بما يخص الجانب اللي يتعلق ب بن الاجراء انه ما انه عادي وانه ما هو اكبر من قد الدوله كانت تتعدل وكانت انا ما اعرف الدول اي دول اللي كانت تتعدل اللي كانت كذا انا اتحدث عن موريتانيا انا اتكلم لا عن موريتانيا غير دول يعني الاحكام المتعاقبه ما نعرف ما نعرف اي عندهم ذاك اللي ما راه لانه كون لا نوع من هم اللي ذاك الكلام وتوبهم اللي نحن الايام الماضيه كنا نستنتج اللي كان يقال المختار الدادا كانت تقول في الجماعات واللي تتكلم بالشكل هو ولكن كانت تقول ديك الساعه معناها اي حكم مشى والله ترى حكم جديد وتو معنا نعوده وهو اللي دخلوا الاصبع اللي عدل هو اللي قال كذا كذا نساوي كل الفترات الماضيه وهم احكام كانت الجماعات والنقابات اللي تمثل رايها السياسي كانت متحالفه معها الى درجه نجلت وجه ولا كانت تعدلت الاجراءات اطلاقا ولا قريب منها بالعكس كانت تتعدل اجراءات اخرى. المشكلة هو اللي تعود مطرحة عبد الرحمن رجع الموضوع المشكلة اللي تعود مطرحة غير تعدل الإجراءات قبلية وكانت الناس تتمم من وراء ذاك اللي تعدل جميل عبد الرحمن نحن صدرت وعدلوا إجراءات إجراءات مفيدة هاي الإجراءات المفيدة اللي منها مفيدة لا نقول إنه مفيد وذا اللي منها خاسر لا نقول إنه خاسر ونحن بعد هو النقطة مهمة شو مذمنين أي إجراء لاهي يحسن من الوضعية المادية والمعنوية للعمال والمواطن المستعين. عبد الرحيم شت المواطن نارك والله مشاهد الكريم في أي بلاد دارك من موريتانيا راعي فينا والله في الخارج ما تلا عارف شواس أستاذ النهاه يقول على أن موريتانيا كان فيها تكافل اجتماعي فترة من الزمن وأنتم قلتون ما تخلي الحساب اللي قال إجراءات فهم معلومات لا بد من تعود دقيقة ولا بد من نعرفه هي إيه كانوا كذا كان خارج كان مسوي لك أنت ما راك لا سوي الموريتاني السنتو ذاك اللي كان خارج نحن نعرف انه كان خارج ومعترفين بانه خارج كان يا غير نعرف ذاك اللي كان ينقال فيه في ذيك الفتره من طرف الناس اللي تتكلم ضارك عنه ونعرف الاحكام اللي عقبت ذاك الدكتاتوريه اللي كانت متحالفه مع الجماعات وكانت هي اللي كانت هي شوف انت لا يتقيم انت لا يتقيم قرار ولا لا يتقيمنا احنا خير نعرف كان الموضوع لعاد تقييمنا احنا لعاد تقييمنا احنا ما هم كسحنا انت لا تكلمتوا موضوع انا اتكلم انتم سيدنا من عام تكلمتوا موضوع وعدتوا مقارنه بين الانظمه السابقه واذا النظام اللي هو نحن نعرف كلامكم عند اللي كنتوا تقولوا انا ما عدلت مقارنه الانظمه السابقه واللي كنتوا تعدلوا معها وكان خارج شيء كان خارج انه ما دخل اللي كان خارج ما دخل قولوا لي قلنا لك مما تعود الوضعيه الله كحسن بالنسبه للمواطن ونحن ما نعود نتكلموا مع الناس يا رسلنا نتموا اللي قالوا الشعارات اللي قلت تمشي في من الناس والناس ما قلت تمشي فيه لانك تم تقول للناس ما تقولش الناس صار كانت اياها عبد الرحمن ما ترشح انا اللي كنت ما يجب ما يجب الاجراء يعتبره البعض هذا الاجراء اللي قال في الصبح يا اخي الاجراء يعتبره البعض استغلالا سياسيا لفئات عريضه من العمال كيف الاجراء ما هو استغلال سياسي كان استغلال سياسي من الاجراءات ما لا ينقال شيء ما ينقال مستقبل سياسي هذا الاجراء لو كان ما هو منسجم لو كان ما هو منسجم مع قرارات رئيس الجمهوريه من بدايه مجيء الان في انحياز للفئات يعود فعلا استقلال سياسي والله لفتره معينه معناه يعني غير هذا مستجم مع قرارات سابقه مع 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 معناكم ما تعدلوا السياسي معناكم ما تعدلوا السياسي ما تعدلوا السياسه نحن نعدلوا السياسه كبار ولا ما نعدلوا السياسه يا غير الجانب النقابي عندنا فوق الجانب السياسي وهذا لو كان ما يخدم العمال ولو كان ما هو مصلحتهم وهم من انفسهم ما يتسووا لهم يقولون زين عندهم ما يتساووا نحن ندخلوا في الاصبع معنا ان نعود نتناقضنا مع الناحيه الوجدانيه لهم هم لكن فهمت والله ولا في جانب سياسي يا جانب شو على كل حال نهى بكم انا نختار بعد نوضح الروايه شوي نختار نبقاه الموضوع لانه ما يعود ثرثرة عفوا من فضلك يا اخي انا ما قاطعتك خليني نواصل الكلام لباس صدقاتكم شوي حنين انا عدلت التوضيح فقط قلت تي تي سي قلت لك يعني انا تكلمت عن روايه محدده وقلت لي على انك لا تجيها قلت ما جيتها مقيمين اجراء كبار انا عدلت مقارنه في تطور الكفاله
الصحية اللي كانت موفرة للمواطنين. بس تركني عنك أخوي أخي يعني. سي عبد الرحمن درجيكم. الرحيم درجيك الكلام. أنا صرت هناك من واحد. إيه دكتور. أنا ما قلت أنا صرت. أنا جاوبت سؤال طرح لي الصحافة. أنا قاعد. يا أخي أنت تصفى دايركتور. أنا عارف راسي ولد. أنا ما سميته. أنا جاوبت سؤال. أنا جاوبت سؤال طرح لي الصحافة ولا جبته ولا بطيح الكلام ما سووني عنه. ما نتكلم عنه. طرح لي السؤال وجاوبته فيه. اسكات عن الكلام جواب بالاسكات قال على الندامة. المهم فيه نحن نقيم الوضعية. احنا قلت فعلا هذا ما هو مرتبط قاعد بقضية الانظيمة ولا تقييم الانظيمة. قضية تقييم تطور تكافل الاجتماع مع المقارنات أنا التكافل الاجتماعي. اسمح لي نتكلم. هو ما تكلم عن السلطة. هو تكلم عن نظام التكافل الاجتماعي. اسمح لي نتكلم يا أخي. شو حقول سنتوبة؟ ما شغلتنا لا سمعتها؟ إلا عاد له يستمر بالسلطة. أنا من مستعد للنقاش بالشكل ده. مستعد بأن كنا يصنع في الآخر وكنا عنده رأي يقول. لين تعود مشاهدات وروية ما يقول شيء بني. ذاك هو اللي حريص إن شاء الله. رأينا إحنا كتنظيم نقابي حول اللي قالوا نظام التكافل الاجتماعي البلد وخاصة اللي قالوا مجال الصحي. وعندي مقاربة وعندي الحق بيعود ما هو موافق عليه. هذا عنده فيه الحق. لغير بعد يحترم لي رأيي على الأقل ويقول لي على الأقل حرية التعبير. اللي راني ناظرت بها ما حد مسؤول العلاقات الخارجيه في اتحاد عمال موريتانيا وتحدينا الصنادره مازالوا هو 4 ابريل واذا مازال مكتوب وتعرفوا الناس كامله معناها اني على الاقل بعد دور دافع عن حقي في التعبير في رايي انا قلت في الصلاه الاخرابات ساتر انا عدلت مقاربه تتعلق بمقارنه التطور اللي ينقالوا النظام الصحي والتكفل به الدوله. عامل موافق عليه قلت لكم اني موافق على ذاك استاذ عبد الرحيم لو سمحت خليه يقول الفكره وتعودوا انتم تلك انت واخذ عليه ما نعود وتراجع انا ماني موافق عليه لازم مقارنات التاليه ترى نتكلم يا اخي خلينا نتكلم انا اعرف ان الجمهور يقرر الصبر نظام الاخرى نظام الراي خليك تتكلم مقارنه انا قدمت مقارنه في تطور في ضروره اعلن ذا اللي كان خالق ولا خالق موجود اللي هو تكفل بدول المواطنين بن لا بد من يحل محله شيء اذا كانوا يقدروا يوفر للمواطنين اللي ما عندهم الطريقه بيد الدواء بانهم يقدروا الدواء هذا هو اللي طرحت اذا هناك مواطنين محرمه وهذا هو الخلق دقيقه اذا فهم استاذ ما خلق هو قال على الولايات اعطاهم اسبرين والله قال عن الولايات تمو يرتفعوا ايش قال عنه نظام الصحي قاعده حنيني كيف التامين اللي تعدل الوتات انت تجي لشركه من سرايك التامين اللي هما وتقطع عندها التامين اللي قالوا الجانب المدني معناها روايه طحنت هوتك لا يتخلص وقلت تمشي تامينك هذا لكل الاخطار الى انسرقت ولا انحرقت ولا خلق لك خسرت فيها خساره ولا خسرت ولا خلت ينجاب لك وترد في مهر معناها تامين سيد من العام خلينا نتكلم يا اسبرين وكذا سيد التامين الصحي حنين واللي موجود في العراق يا كنت نقدر نسمع رايي ما عندي حق من عبر رايي اذا بل الراي عندك كل الحق انك تعطي رايك هو كذا لا عبد الرحيم ليه بدوره ودوري انا اعرف انا على كل حال هذا قد عدوهم ولك عنده يا غير بعد يصبر لي انا تمشي معه انا اصبرت لك رايك وخليته يقول لك رايك كامل واللي والله ماني موافق على شو شنو منه تفضل انا ما قلت شيء انا خليته ذاك حق المهم اعلن ذا اللي ينقال له اليوم التامين الصحي ذا اللي ينقال له كنام موجود ونعقل اللي يتكفل به من الدواء ولأننا موافقين عليه مطالبين مراجعته به اللي رقاش ما يقد يقعد معمل اللي قالوا الدولة يقعد ويقرر بغياب العمال ممثلينهم ويقرر مستوى الخصم لاشتراكاتهم ويحدد بصورة حادية مستوى التغطية الصحية اللي بوفرها لهم وبالتالي أعلن العمال يالتهم فضتهم يعودوا مفاوضين عليها ثانيا تسيرها يعودوا مفاوضين والعلم الكريم والعلم مشاهدينكم اذا هم ما شاركوا فيها ما شاركوا فيها ولا شاركوا كان من المفروض انهم يشاركوا ولا مشاركين في تسييره وكان من المفروض انهم يشاركوا بالطبع ده هو اللي خارج بعد الانظمه الدكتاتوريه ده هو اللي عدل والانظمه اللي هذا محاور الناس وشاده معها الاخبار ما تروح رايهم فيهم شنو الطريقه اللي كان يلا ينطرح بها؟ قالوا يخلق اساس تفاوض بين النقابات والحكومه أرباب العمل ويتوافقوا على الخدمات اللي تعدل معناها مستوى التغطية ونظام التمويل
ويعودوا هم اللي متوافقين على طرق تسيره، احنا دارين فرضنا. وما داموا ما رفضوها لا يعتبر هذا قبول. ومفروض عليهم وقانون. انت قانون يقيد الحريات التظاهر في البلد، سيد عدبي قانون اللي مازالي لليوم مقيد اللي قال حريه التنظيم في البلد هذا مفروض عليك، ما حد ما تقجر. ورايك تعمل قوانين مرسم بهم، غير عندك الحق بانك تناظر من اجل تغيير هذه القوانين لهم. وبالتالي قلت اعلن القرار اللي قال الرئيس، اعلنا ما عندنا عندنا التقييم به اللي مازال محتوى هو لا يقيم. الى وعيط الممثلين هذه السرايا وانشركوا في التفاوض حول اللي لا يخلي وعاد مستوى التغطيه معتبر، هذا اجراء فعلا مفصول فيه ومشجع رقم ثلاثه. والى عاد مثلا ما هو لا يتخطى مستوى اللي يتطلب الحد الادنى من التغطيه الصحيه، يعود في الحقيقة كيف قلتوا في عنوان برنامجكم لا يعود أكثر هو الاستغلال من هو الحقيقة حل مشكلة قائمة وفعل موجودة. لا جزء منه حاولنا نعده فيه باقي. أنا ما أقول مختار وأنا. لمن عام بكم تقدرون أعداد العمال المستفيدين من هذا الإجراء وألا يعتبر إنجاز؟ اسمع اللي قلت لك، أنا قلت لك على إنه اللي لاهي نحكم عليه ذي اللي ما زال لا يخلق، ما هو اللي فات قال القادم، ذي القادم هو اللي لا يحدد قيمة. أنت قد قال لك أراني جاي أراني نعطيك أجر، الأجر قد يعود 10 ريال قد يعود مليار، أنت ما عرفت اللي الله يعطي لك شنو هو، وبالتالي بعد قد تقيم رواية ما بتقع عرفت. كم تقدرون عدد العمال المستفيدين؟ عدد العمال المستفيدين من الوضعية اللي هي بحدود 10,000. 10,000 وكل واحد منهم وراه أسرة؟ كلهم وراه أسرة. أيوة. وذيك الأسرة طبعا ما نعرف ذاك يرعى النظام ما فات. لا تنسى النظام الصحي اللي كان موجود، متوقع النظام الصحي اللي كان موجود عندنا ما كان متكفل. وياسر بن السرايك اللي اليوم عدل التأمين الصحي كان موجود سابق يلحقهم بكنان، ياسر منهم ما كان متحمل للأسرة. إذا قضية هو هي ضمانة، هي أسيرانس. وإذا أسيرانس يرعى المحتوى اللي له يندار فيها ذاك هو اللي له حد قيمتها من قلة قيمتها. جميل. إذا عبد الرحيم اللي نجوكم شوي بحني بعد شوي نعلق بشكل موجز. والله ما هو موجز إلا نعدل بالطريقة اللي خلق بها الكلام. المهم أنا لاحظ إنه من خلال آخر كلام السيد الأمين العام يدوروا يفهموا المواطن والرأي العام اللي قالوا يصنع ثنة بعدين هاي الشعارات، لأن حد قال الحريات مخيدة لجمهور ثاني اللي المستوى الموجود في الحريه اليوم موريتاني ما عندنا الحوارات ما نعرفها الا بعض الناس وصلت ظاهر الحد قالها اللي خارج موريتاني من الحريه حد قال مخيل رقم القانون نسوي لك شنو رقم القانون شنو رقم القانون اللي اليوم ينظم التجمعات في البلد حد يقول معناها شنو القانون الشعارات شنو هو القانون قد تقول مالك لا تخطر له قول لي شنو هو القانون حد يقول حد يقول شنو رقم حد يقول لي شنو رقم حد يقول انا نقول انا ولا يقول انا مالك لا يقول ما بك اللي ماشي نعرفه حتى واخبرنا قول لي رقمه غير ما نعرف الشعارات قول لي رقمه قول لي رقم الشعارات اسمع شعارات ثاني حد قال ان العمال حني حد قال العمال العماد مورث سيد الامين العام شعارات قلت له شعارات قول لي رقم القانون قول لي شقول النقابات ما هي شركه في قضيه كنام كنام من نفسه عند مجموعه من النقابات منتسبه فيه موجوده فيه وجزء من 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 مجلس ادارته في النقابات اللي هو شنو حسب علمي انا كنام شنو كنام حسب علمي انا لا ماشي قليل الخلطة قبلي مش واحد يا أخويا كفار ما بدأ الموضوع أنا قلت لك أنا كنام مناديبة عن سجتهم حنقول لك ماذا ما بتيش متقسمي عن سجتهم أخبارهم كنام يا ربي عمل من يصنتون بعد الشيء شاء الله عدو يصنتون مندوب واحد مندوب حني نقول حني العود نعم ما تعرف وارنك ما تعرف شو مجلس إدارته لو سمحت ما عدت الاخرى قضيه الجانب اللي يتعلق بالاستدلال على ان هذا لا يقدر يخلق ولا ما يخلق نحن مهمنين وانطلاقا من معرفتنا بذا الفاتحه في اطار الوعي الضمان الصحي اللي موجود الان وبالتالي هو نثمن على الاساس ولا نحانو الى ان نفوتنا مثلا كل روايه شكوا فيها رواية انعلنت وإيجابية ولكن مؤشر إيجابي نحن نقول إيجابي يا غير شيخ حاسم نقول شوف
ثمنتم إذن الخطوة ثمنتم الخطوة دقيقة عندي سؤال من شوية ثمنتم الخطوة حنين مطحوا رواية ذي رواية اللي أبدا مطحوا بعد شو قضية الشعارات حنقول لك أنا ما نتكلم عن الشعارات حنقول لك أنا ما نتكلم عن الشعارات أنا نتكلم عن قانون 73-008 اللي هو إلى اليوم مازال ينظم التجمعات في البلد اللي هو وهذه التجمعات اللي هم ونختلف ترى ساعة القانون حنين نقول أنت تكايس علي صادر يناير 73 أيوه اسمع ايوا شنو 71 ايوا ايش فاز ايوا فاز ايوا 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 طب شنو حنقول لك انا قاعد اتكلم عن روايه يعود يفهم بعد قاع روايه على انه ما هي مرتبطه الانظمه ولا يعود واحد فيه الا الدفاع عن نظام ولا يمشي عنه ولا يلصق ذاك اللي تالبه هذا ما هو تقدم عليه موريتاني ولا تكتب تنعيه تكتب تنعيه لاصق فيه تحت الطاوله تكتب تنعيه تكتب تنعيه ماني من ذاك النوع ماني من ذاك النوع حنقول لك ما نعرفك بعد ما نعرفك حنقول لك واحد لا 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 انا عارفك جاي مفرش حنقول لك انت جاي الدور تفوض على النقاش اللي هو حاول يقول يضاعف لك اللي بحالتك شو من الاستفزازات انا معروف تعرف انك معروف وانتم تعرفون انت عارفين لا ما انا ما نسوش محترم شو اشبع اللي احترم حتى مقدر انا ما قلت شعارات انا تكلمت عن شيء موجود تكلمت عن شيء موجود قوانين مجد قلت اعلنهم ويقيدوا حريه التنظيم لانه بلد مازال اللي قال له هو نظام الحريات التنظيم شكلي انا بعد لا مسولك خلينا نتلوف مسولك نظامي صحفي اللي قال لي حنقول لك حريه التعبير في الصحافه انتم صحافه لا حنين والله سو خلي اللي خالف في الفتره اللي حنوفيك لها حد يقدر يقول انه مقيد انا نقول لك انا بعد قابل في التقييد اي ولا يجاوبك لا يجاوبك خالف جامد لا جامد قد تخلق مازال جامد تكلم عن النقابات الموضوع ورك النقابات تتكلم عن النقابات الدول اللي يحكموا القوانين حنقول لك الدول اللي يحكموا القوانين المجتمعات اللي يحكموا القوانين حق خارج من الناس الانقلابيه والقانون قاع ما هم مرقوه شيء سمعت يقعد خارج ولا غير بعد احنا اللي مازلنا نتحكموا فيه ومازال يربط العلاقات بالبلد قوانين موجوده وهي القوانين هي اللي نحكم عليها ما ينحكم عليها شيء اخر ما ينحكمش على فيها الناس القانون اللي قال له هو التنظيم شكلين اذا من العامله سوى تنظيم الشكلين تقعد تعال الرواية وراني ماني واقف معاك على الطريقه اللي قال له اللي قال له التنظيم عدلهم كذا وفي اطار اتفاق معاهم واللي عدل معاهم في الصنت وبعد راح في الصنت حتى الناس انا نعرف يا اخوي الدكالات شكلك كارني معايا منهم اللي معاكم اللي نقول لك انا قاعد معاه انا بعد ما معاه دكالات اللي قال لي الصنت ولا بس اللي يعود عدل معاهم اتفاق وخلقت معاهم شراكة وفي إطارها جايدة استجابة للقرار في جو تقييد الحرية بس الحين قد يعودوا عدل الضرابات عدل الروايات وعدل وردهم عبد الرحيم وقد يعودوا التزموا لهم بها أنا نعرف أن التزموا لهم بها التزامات يا غير عين علي الإطار تقييد الحرية في ظل غياب الحرية والدكتاتورية ما يقدوا عدل أي تنظيم نقابي ولا أي رواية ثانية ونحن اليوم نمارس عملنا النقابي كل حريه ما كل حريه ما كل حريه اذا اليوم هذا اليوم يا شمس اليوم هذا الوزاره الحكومه اللي تدافع عنها مرخصه لتكين الرش تنقاز 5 منادي وراك سابق ندخل هون منادي يمكنهم اللي باقيين فهم اليوم طارحين اختار الاضراب سمعت هذا ما خالق ما فوق اي كبر جريمه في مجال حريات قسم حق النقابه طارح شو هو في نوعين اختار الاضراب حنين في نوعين من التنظيم في نوعين من نظام نظامي إذا ينقال له حرية التنظيم خارج إذا ينقال له نظام الترخيص المسبق وخارج إذا ينقال له نظام التصريح إحنا اللي عندنا في البلد ينقال له نظام الترخيص المسبق ولا تحوس حكومتك هذا سبقها ومن ياسر من الزمن مازال موجود لا وقال غير مطالبة بتغييره حنيني شوف جامد وبعد ما زال هو اللي يحكم ذي البلد هو اللي يحكم العلاقات في البلد ومتضرر من الناس كامل برامي لماذا يعود حزبه حرم بيقلي القانون اللي موجود ما يقد يسمح الحزب انه يخلق ما حد ما صادقت عليه وزارة الداخلية تنظيم نقابي ما يقد يخلق ما حد ما توافق عليه وكيل الجمهورية وما كان في اشعار ما هو اشعار بيقلي نظام المزال يحكمنا في البلد قلت لك في التنظيمات الجمعوية وفي التنظيمات السياسية وفي التنظيمات النقابية نظام ترخيص مسبق خارج قدر من الدول وفي العالم اكثريته عاد اليوم وتوجهه اللي قالوا نظام التصريح وفي فرنسا من عام 1901 والنظام اللي كان عندنا ولوجنا للاستقلال كان نظام تصريح ما كان نظام ترخيص لماذا ما قبلناه ما دمنا نستخن القانون الفرنسي؟ اللي حاولنا نكيفوهم على ظروفنا ظروفنا شنو هي؟ هو نوع من مصادره الحريات العامه
في البلد الأول المجال التجمع ومجال التعبير لا تنسى قانون 65 لما تتعلق بقضية حرية الصحافة في البلد الأول ولا تنسى القانون اللي كنت نذكرك 70-008-008 اللي ينظم الاجتماعات والتجمع أي تجمع حتى في دارك لنعود أكثر من التربية يلزم بأنك تخبر به السلطات وكنت تمنعه هذا طبيعي جدا والنظام الخارجة ما ينقال الفوضى هو فهمك الخارجة ما هي الفوضى ولا تنقال انت عندك الحق انك تلامس السرية متى شئت وفي الوقت يا غير انك ما تعرف حد في طريقك ماشي وانك ما تعود لا بد من اي عملية لا عند حريتك تبدأ حريات الآخرين انا لا بد من حريتهم شيئا منظمة احنا ما كنا عن وصفتم الخطوه جمعتم الخطوه هذه خطوه التامين ووصفتموها بالجباره لماذا تاخرت حتى انقضاء سنه من المأمورية الثانيه وزيادات عده في الرواتب هل اعتمدتم على الاولويات سيدي الرئيس قد قال منسجم على اللي يقول بعد انه كل ما تحسنت الظروف الماديه للبلد انه الدور تنعكس عليه اللي قالوا المواطن العادي والعامل بشكل عامل بين صور اعتمادا على الاولويات والله اذا قالوا اعتمادا على الاولويات هذا قالوا تو التزم بهم يا غير اعتمادا على شوف يعرف السيد الامين العام ونعرف انا وتعال تشهدني بعد اللي يقول الحقيقه ما تقدر ما تشهد الا يشهد نقول الحقيقه انا اقول لك نعرف الحقيقه وين اللي يقول الحقيقه اللي انا معروف ملي هاك فلت نقول الحقيقه الفوق والتحليل اللي قالوا اللي قالوا نقدوا كاع كاملين نقولوا الحقيقه حقيقه لا اللي قالوا اللي قالوا خارج الروايه كل حد يعرف كان هون في فتره معينه جميع اللي قالوا المواطنين الموريتاني العمال عمال الدوله عندهم جزء كبير من قليل منهم محدود جدا هو اللي عنده ديار ويجبرهم بالوساطه وبوساطه وكذا 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 وعدلت اجراء على كافه العمال الموريتانيين عاد ذاك استفادوا من اللي قالوا السكن بتناسبيه معروفه وبروايه واضحه وبالتالي عاد الناس كامله مساويه في العمليه اللي قالوا علاوه النقل اللي قالوا بلادهم انا كل الفساد ما تحس الفساد شنو؟ تقصد الفساد فترات ماضيه قلت لك استشرى فيها اللي عدل الرئيس اللي عدل تعدل الرئيس وانا ما جيت هون اياك نقول ندافع عن النظام ولا نسوي مساحيق لا ندافع عنه ولكن عن نظام معين ولا جيت تدافع عن عمار هذا قاعد تدافع عن عمار يا راعي فيها انت ما جيت تدافع عن عمار يا يقول الناس يا غير نقول ما اللي ياكل اللي خاص بعيد تنعدلها وفي القنوات لكن اللي يقول ما انا احنا ذاك الموضوع ما بات جميل ما بات جميل خاص انا سيد الامين العام قلت لك موضوع كذا وكذا اليوم الشراكه العالم الشراكه اليوم اللي قالوا الاسلوب النقابي في العالم كامل اسلوب شراكه لكن الفتره اللي كانت تعود لا ديقات مع 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 رب العمل ومع النظام ومع كذا وكذا اذا مات الخالق في العالم العالم يوم عاد في الشراكه وجه الاسلوب المتبع نقبل منك اللي قد يصح منك ونطلب منك زياده ونحسن معك كذا وكذا وشي عاد وشي خاسر نقول انه خاسر لانه خلاص اختصار ذمتم الخطوه وصفتم الخطوات الخطا العالم الاخر احنا محترمين وصفتم دقيقه وصفتم ذمتم الخطوه وصفتموها بجبارة لماذا تأخرت حتى انقضاء سنة أو سنتين من المأمورية الثانية وزادت على عدة أين المأمورية والله وحارب على يقيني ما يقول الصح والعبد العزيز عزبات لي قد يصح وأنه راجع فيه ما قاله والله إلا قال اللي حق ما قد يصح ولا قد يصح لكن ما زي يقولوا الفوق ما نقايد من تحت ما نقولوا شي بروهات ونقولوا شي أخرى ما نقولوا شي تحت تفتي لا احنا ما نقولوا شي تحت أنا يا أخي سيجتان ما تقول شي تحت تعرفوا سيجتان نعرفوا شنو نعرفوا قولوا احنا متعارفين قولوا متعارفين متعارفين ياكل واحد معروف سي الشرعي ياكل واحد تحت الطاوله معروف ياكل واحد الانجاب اتهامات خطيره راني مشاهدك عليها راني مشاهدك عليها قالوا سجلي راني فرعك ترد على هذا الجمعي بقينا ما انا قايل جمعي بقينا راني لاين ارفع عليك دعوى قضائيه عليه قلت قابل المشاهدين كاملين رايه الوزير ومع مع الاخر لك فهمت والله من هو؟ أنا قلت انا اللي نقول حتى انت الكلام قلت انا من يقول عبد العزيز الصبح من كذا الخطوه والله حتى لا نقول لا نقول فوق ولا نقول بلغه واحده وما هو تحت الطاوله وهو احنا ما نقول شيء تحت الطاوله لا معروف حنقول لك حنقول لك هي شوف حنقول لك انا زيت هون ما هو الكلام الخاسر حتى انا ما نقول انت ما قلت ما هو الكلام الخاسر انت ما قلت هون ما هو الكلام الخاسر اسمع انا ما قلت ما هو الكلام الخاسر انا اقول لهم انت قلت اني صفاك حنقول لك قلت اني صفاك اعطيت لك عوامهرك قلت صارك على المين قال كذا لا يقول انت في العكس اعطيت لك على المين
عادي عبد الرحمن شين عارف ومثلا ماوشي ماوشي ما نعرف ما هو مجدي هذا ما لا لا مجدي أبغى أقولك وقبيله قبيله يقولوا لي اللي له كان له جامعة بيقول اللي كان هو جاي معاه قطعني ما نقعدهم صار لا لا ما نستعد اللي نعرف الدور نعرف الدور مستوى تيشي ذاك ذاك دور نشوف ذاك دور نوقفه زي الحجة اللي عندك ولا بيجينا عند فرع دور قدمها اسمعك تخلط مع شمركة شوف قضية النظام قضية النظام حنيني الله خلي ذاك دور نشوف قضية النظام اللي هو حول إثراءة اللي قبل حدها ميكثر الأخبار يقدي عدل من الحبة قبة ما هو قبة جبل اسمعك حدها مشعر بابه العمال ما قطعوا عدل يطلب الصادق العمال القاعدة للتعامل مع الأحكام الحكومات ومعادلين قالوا أرباب العمل أعلنوا كيف قال نوع من الشراكة يا غير يجب أنها تعود عادلة ولين تعود ما هي عادلة العمال ما فهم حد لا يرد عنهم ما هو رسم هما واللي قال أعلن العمال اليوم في العالم ما تلاوي التظاهر ولا تلاوي يضربوا ما قلت ما حنيني ما قلت انت قلت على النبات لو جاي الشراكه قال على النبات لو جاي قال على النبات لو جاي حنيني قال الرجال احنا بعد اللي متابعين يوميا وفي وسائل الاعلام فيهم اللي ضربات في العالم في هذه السنوات السنتين الاخيره اللي ياك ما نمشي بعيد اللي بعد ما زلنا عايشين وكاملين ما قلت خلق يضرب حق العامل حنيني حق العامل خليني نتكلم يلا يعدلوا لا يجي يضرب بتعدل حنين انت قلت عدل يضرب حق العامل يضرب ومتيقات عنده عاطيه القانون يقدر يغير باسلوب يغير باسلوب ما هو اسلوب حنيني تهديد النقاب جزء من وسيله من وسائل السلم الاجتماعي ما هو عنصر من عاصم استاذ انها خطوه بهذا الحجم خطوه بهذا الحجم حنيني اقول لك دقيقه لا حنين انا ما لين واصل معك بالطريقه نعود من انت واصل كلمتي الكلام اللي نعود لي حد يخلي نواصل ونقوله وانت ما فكرت هو افكاري انا ولا مسؤول ثاني انا مع عند المختار والدادا جاي اللي عايشته كامل الحمد لله ما في حد قد يعتني عليه ما لا يعتني عليه هون حد اذا رايي انا لا نقول وانا ولا هي منشيخ فيه الا انا راه هو يقدر يقعد ما موافق عليه وعنده الحق يقول عكس وماركم مسكت عنكم قبيلين وفيسبوك اعطيني نقول اعطيني نقول على ذلك قالوا النظام التأمين الصحي فاصلة فيه اليوم الموريتاني قاطبة وعلى ذلك معدل منهم العمال من خلال ذلك قالوا كلام فالطو الدولة ما هو بتشاور ولا هم ممثلين فيه ولا عندهم تمثيلية في مجلس إدارتهم العمال اثنين ذول فئات الأخرى من العمال اللي ما هاتوا أمنت وذلك قالوا القطاع غير المصنف ويدلوا الشرائح الفقراء كاملين اللي موجودة في البلد يموت منهم ياسر من الناس باللي ما عنده أدنى وسيلة للولوج الأبسط حبة من يفاكنين وبالتالي أعلن من أجل مجابهة هذا الوضع اللي هو فاصلين في نظام يسمح لهذه المواطنين كاملين منهم يوصلوا للخدمة الأساسية اللي هو قضية الدول هذا اللي قال رئيس الجمهورية يوم 28 نوفمبر حد موقف مبدئي يا غير لا يترك أي رواية أسوية هي المعرفة المستوى اللي يقول فيه ولا هي وإحنا ما أنا مطالبين من الدولة تمشي تعدل وهي تقعد تاكل خطة حنين دقيق. ما تقعد تقعد الدولة هكومولي وتفصل وحدها وتقول أنا عاطية لهذا وعاطية به اللي الدولة المال ما هو لها نختاركم تفهموا على ذا اللي موجود من وقية هم الملك لهذا المجتمع اللي هو صحيح. وعنده آليات يجب على أن يمر من خلالها إعادة توزيع هذا المال اللي هو ما هم من المجتمع لا هم خلق ما هم عبيدهم ولا هم أولادهم الخلق متوقفين بجزء من التسيير من عمل أنظمة التسيير هتقول الشيزات ويحاكم التسيير التسيير هي أنا ما في عظام أنت قلت عدتك عظام غير أنا ما في عظام إذن قضية التسيير هم عندهم صلاحيات محددة من الدستور محددة من القانون غير مولي فيه جهات أخرى ما هي السلطة التنفيذية عندها صلاحيات حددة من القانون يجب على أنهم انطرحوا واليوم أثبتت التجربة في العالم بأسره أعلن أشبه نوع من التعامل هو اللي قالوا الشراكة معناها الناس اللي معني يمشي من الأمور لأمر معين تحور في شد الأخبار وطريح حراي
والخلاصه الله يوصلها والتسيير الله يوصل. جميل. هذا هو اللي يعطي نوع من التراخي ونوع من الالتزام الاجتماعي. ان هذه الخطوه مجرد موقف مبدئي لا يعتبر عدم تثمين خطوة أو نقطة بداية من طرفكم كنقابات عمالية غير موضوعية واستقلال سياسي. استقلال سياسي لماذا؟ لأنكم أنتم في المعارضة مثلا ورافضين وتوف أي شيء جير ولا يتمرقوا منه الأصبع. احنا ما دخلنا في الأصبع في غير مولي ما نقدر نعود ذي بليس بقنا القرم اللي مراحة. احنا ما نقدر نلحقوا من التصفاق والتزمين الرواية ما نقدر نلحقوا من التزمين ولا من التصفاق. حنيني ما قررت فيكم عمال بسيبتكم لا تنسر رواية لا تنسر رواية. قلت لك عنا احنا العمال لسنا ما طلاب صديق لا تحرش اليمين العمال ما هم طلاب صديق العمال ما هم طلاب صديق. انا معروف بموقفي سمعت وعندي رأي نقدر نقوله في كل بريدة. المهم المهم شنو ما توافق علي أنا أمثل منظمة والمنظمة السياسة نعرفها كاملة. سمعت أنا ماني أبتدي نعقد العمال ما أمصر ما قلت وحاول الصفحة تصدق العمال ما احترام طبعا الناس تطلب لا لا ما صدق رواية رواية نعطى لها رقائق من تحليل ما إلزامية. العمال إذا يجبروا حسب مروف العمال إذا يجبروا جزء من ذروة هم اللي صانعينها مع صانعة مدخرة. هذه الثروة عندهم الحق فيها وشي جبروا منها ما هم قرروا لا وقاروا لا وجملوا لا مخلص صداقية. سمعت اللي قد يقرر من العمال حتى انت جاب اسم الفضة وجاب اسم المال مش راح يمتلوه وقس قسموا على انجتك. انت قد زمان قاعد سمعنا عطالك احنا ما نزمنه ما هو ذاك اللي انتم اللي من اشرطات ما نذمنوا ما هو شيء فات نحكم بلي ما هو فات نحكم بلي ولا هو ولا هو ولا هو قال. جميل. ننطي فرصة لعبد الرحيم يعطي مجلس التوازن. عبد الرحيم لماذا هذه الفئات دون الفئات الاخرى؟ شوف اول ما رجعنا نختار نقول لك الرواية نرجع لها اللي قالوا قبيلات اياها العمال اللي كانوا هم اللي عندهم التامين الصحي مازالوا عندنا راهم بالمناسبة لا دقيقتين ما خالف مواطن ما خالف موظف ما وراها جر عربي من الناس الضعيفه النتيجه اللي بيطالب بها النتيجه اللي بيطالب بها الناس اللي خايفه ما هو طالب كل حد النتيجه اللي بيطالب النتيجه ما هو اللي بيطالب الوضعيه هم اللي ماذا يقعدوا عالقين في عامل الوضعيه اللي ما جابوا اسم على الداخل معناه انهم عاطلين على العمل الموظفين معناه انه عدلوا كافه المواطنين المتسائلين بهم اللي بهم اللي عاطلين كامل عايشين فيهم عاطلين على العمل عايشين فيهم كل المواطنين الاخرين معناها ان ذي الفئات منين تجاوزنا شو من العمال شو ذي الفئات الاخرى معناها ان بدانا نقضوا وندوروا نعقبوا هي طبيعه المجتمعات راشين اللي يتوسع لين يشمل الناس كامل معناها ذي الفئات فئات فعلا تستحق ذي العمليه اذا هي اولى من الفئات الاخرى هم ترتيب اولويات واضح يكون واضح لماذا الحراس مثلا ما يدخلون الحراس يدور يدخلوا في يعني مرحله لاحقه حني عبد العزيز يقول ما هم حني عبد العزيز اللي يقولها اصل اولويه اولويه كافه افراد الشعب الموريتاني اولويه ويلا تعدل لهم مطالبين من المنبر انه يعدل لهم وانه يعمم عليهم ويعمم على الفئات الاخرى اللي يلا اللي مثلا تستحق والاخر فئه ما تستحق. جميل. اذا شنو اشبه طريقه تتوقعوا وتتمناوا للعمال الموريتانيين ان يوصل هذا التامين الصحي مستقبلا كسؤال اخير؟ احنا ما نتحراو السحاب تمطر علينا بالذهب. احنا اللي مطالبين به فتح مفاوضات جاده بين العمال من خلال نقاباتهم احنا ما نتوافقين على والحكومه وارباب العمل ونشوفوا شنو هي احسن الطرق وفي حدود الامكانيات بالطبع المتوفره. ما قلت اعلنني اعطانا سمق اللي في فرنسا ولا في امريكا غير بعد اللي متوفر يسمح لنا بان نقدوا نقسموا تقسام عادل من خلال استراتيجيه وطنيه للتشغيل في البلد. او ذكرات استاذين اخبار مره خاليهم يجوا من اللي سنتين ضرك وعدل عليهم حصار وعاد كونتينرات دبش يرتفد مباشرة من اللي قارب وتم قايس الدسر إليه واقع لهم شمن الحصار وشمن الجوع خالي المداري ولا محدهم ولا هم أحدهم. وبالتالي احنا هذه الوضعية المزرية اللي فيها اليوم العمال في البلد راجين مطالبين بفتح مفاوضات فتح مفاوضات بين الأطراف الثلاثة أطراف الإنتاج الثلاثة النقابات والحكومة وأرباب العمل
تشوف مدى اللي ممكن وتشوف فعلا أكثر الناس ضعف كيف اللي قد تأملها الحد الأدنى من البقاء في الحياة، لأن مشكلة ما هو لاده واحده قراية الخلق أنت ذلك يصل اللي قويلة مهلا تسمعه كيف تعرف تعرف يعطي لي شير الريتمي توقية للشهر من درا كان هذا الريتمي توقية اليوم عاونة في دواه معاونة في قرايته مع ما هي مساعدة ما في شيء سوى شنو هو هو فلسه هو دافعها كيس ما فلسه هو فلسه العامل ما هو معطيله من تحت لين هذه فلسه هو اشتراكاته اللي يدفع شهريا ولا هو طايح من قسمه من اسمه عبد الله محمد ملقب بالنهاني من عام الكونفدرالية العمل العمال الموريتاني عضو بالمجتمع المدني في المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة المعارض شكرا جزيلا لكم وعبد الرحمن عبد الرحيم والسيد احمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال الموريتاني وعضو التنسيقية الوطنية للعمال الموريتانيين شريك حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ايضا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا هذه تحياتي مشاهدينا الكرام اترككم على امر اللقاء بكم في حلقة قادمة في امان الله